الموجز الثالثة مساء من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسة اليوم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك وعيد العمال. ودعا المستشار عبد الرازق الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصري مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود شركة أو تطوير شركة مصر للطيران وكذلك الخطط المستقبلية للشركة. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران. وخلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي لجهود تطوير قطاع الطيران المدني وخطط الاستثمار في الطيران بشكل عام، وأثر ذلك على النتائج المحلي أو الناتج المحلي للاقتصاد المصري. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر إبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر إبريل الجاري أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. استقبل وزير الخارجية سامح شكري سفراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى مصر، وتطرق الاجتماع إلى ملف الإرهاب، حيث أكد شكري على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة جذور الإرهاب والتطرف ومسبباتهم. وفيما يتعلق بظاهرة الإسلاموفوبيا، دعا شكري إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لمكافحة مثل هذه الممارسات المعادية للإسلام. وقد تناولت المناقشات أيضا دور المنظمة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمية ضمان احترام القيم الثقافية للمجتمعات الإسلامية في القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية. انتهى موجز الثالثة من التلفزيون المصري، دمتم في أمان الله.